إذن سيد أحمد، لماذا تصر المعارضة المصرية على محاولات الحط من أي إنجاز للحكومة الحالية حتى عندما يكون بحجم قناة السويس الجديدة؟ أولا أنا أختلف في التسمية، أن تقول قناة السويس الجديدة. إجمالي حجم قناة السويس هو 193 كيلومتر. هذه التفريعة اللي هي امتداد لتفريعة البلاح طولها لا يزيد عن 35 كيلومتر، فلا يمكن أن نترك الأصل ونمسك في الفرع الذي بدون الأصل لن يستطيع الوجود. هذا أولا. النقطة الثانية، المعارضين لهذا المشروع والطريقة التي تم تنفيذها به تتلخص معارضتهم في نقاط عديدة، أهمها هي لماذا كان الاستعجال لإتمام هذا المشروع في سنة على الرغم من الدراسات التي أعلنوا هم عنها مبدئيا أنها تستغرق 3 سنوات. ثانيا، لم يتم أو نشر دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع. اعتمد السيسي على شعبيته المتزايدة في الشارع المصري وعلى وسائل الإعلام الخاصة والعامة المتحالفة معه في خلق حالة هوس وحمية وطنية قومية عالية، وبالتالي تدافع المصريين ليضعوا أموالا ويكتتبوا في هذه القناة 64 مليار دولار، يعني حوالي 8.2 مليار دولار، بفائدة تصل إلى 12%. في نفس الوقت كان البنك الدولي الوورلد بانك لديه استعداد لتمويل هذا المشروع بفائدة 2%، ولكن مع البنك الدولي تأتي شروط الإفصاح والشفافية التي يراها المصريين أنها تدخل في الشأن الداخلي. طب في ذل هذه المعطيات، ألا ترى أن حكم العسكر الليتاريا الموجودة؟ نعم سيد فتحي، يعني ألا ترى أن مصر تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الذي خرج برأي البعض من رحم المعاناة الاقتصادية التي عقبت السنوات الماضية فضلا عن الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد حاليا؟ ليس من حق المصريين أن يروا في هذا الإنجاز إنجازا ورمزا للنصر على الإرهاب والتغيرات التي شهدتها البلاد؟ كان هذا يكون إنجاز لو تم بالإمكانيات المصرية الداخلية المتاحة، ولكن عندما تستخدم لإتمام هذا الحفر في هذا الزمن القصير 75% من الكراكات في العالم، وهذا طبقا لتصريح رئيس هيئة قناة السويس، فهذا يعد يعني انفاق الاموال بسفاهه وعدم اهتمام. عندما يتم يعني عمل تضخيم للارقام التي للعوائد المنتظره من القناه بدون الاخذ في الاعتبار ان ربما قناه السويس لها اهميه في ربط تجاره الشرق بالغرب، ولكن حركه التجاره العالميه هي في 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 مرحله منخفضه منها منذ العام 2009 حتى اليوم. الاتجاه في صناعة النقل البحري، وهذا ليس رأيي ولكن استشرت خبراء في النقل البحري في نيويورك، يقولوا أن النقل البحري الاتجاه هو لبناء السفن الضخمة وتقليل حجم السفن الصغيرة، فبالتالي حجم السفن التي تعبر قناة السويس سيكون في انخفاض. عندما نقول أنه يتم توفير 7 ساعات من بدل من 18 ساعة إلى 11 ساعة، فما هو البديل؟ البديل هو أن تدور السفن حول رأس الرجاء السلع، وهذا يستغرق أسبوع، فهي بالتالي ليست تحمل هذا التوفير في هذه الايام تحديدا. طب يعني نقطه اشار اليها السيد مهران ضيفي من الاسماعيليه، اشار الى اهميه الحضور الدولي الواسع، والى ما يرمز اليه هذا الحضور من اهميه اقتصاديه وسياسيه الى هذا المشروع. الا ترى فعلا هذه الاهميه، لا يعني هذا دعما دوليا للحكومه الحاليه؟ هذا الحضور اذا فصصنا الحضور، فننظر مثلا الى حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند. رئيس اولاندا نلتقيت به في الامم المتحده منذ عامين، وقال تحديدا انهم لا يوجد لديهم اي نيه لتغيير تحذيرات السفر للسواح الفرنسيين الى مصر قبل ان يتم الالتزام بخريطه الطريق، ولكن ذهب اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووقع اتفاقيه شراء طائرات الرافال 5 مليار يورو او اكثر من 5 مليار يورو، وراينا كيف ان الرئيس اولاند اصبح مرحب وصديق شخصي ليه. نفس الشيء حدث مع المانيا مع انجلا ميركل وشركه سيمنز، وهي شركه رافال وسيمنز كانوا يمروا ب يعني فتره انحدار اقتصادي، وكانوا يريدون ان قشه يتعلقوا بها، واعطى لهم السيسي توق النجاح.
فبالتالي وجودهم هو نوع من رد المجاملات في هذا الإطار. الرؤساء العرب هم موجودون بالطبيعة لأهمية مصر، ولا أقول السيسي أهمية واضح. مصر الإقليمية في هذه المرحلة واضح. شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.